ابونا كان صار في يعني في ابونا توجه على للناس بنهر الكلب، ولكن بين انه بحسب المطرانيه اللي اتصلوا فينا انه ما نخوري. حبينا نوضح هيدي النقطه على الهواء لحتى ناكد انه شيء هنيك لازم يعرفوه من لباسه انه ما كاهن حدا متحفي ولابس شيء بني طويل، وممكن يكون اي انسان نادر لحيلا قديس يفتكروا ابونا. ما بدهم يرجعوا الناس يعني الاعلام. اول شيء نشكركم، هو اللي قالنا ابونا، نشكركم من القلب، لانه ما حدا بيقدر تعب الاعلاميين الا الاعلامي، وانا معكم وانا بذات الدومين. بس بقول لك شغله، التحقيق تحقق من المعلومات الدقيقه بهيدا الزمن وبهيدي اللحظه كثير اساسيه، وتكونوا حريصين على نقل الحقيقه الكامله. اليوم مش ممكن تشوفي كاهن، مثل ما قلنا للكل من الكم بين الشعب، لو في فئه سياسيه داعمه، والا بيكون خوري عم يضرب حاله. الكاهن للشعب يحاكي الم الشعب، هو لخدمه الشعب، ولانه ما في قائد للثوره الا وجعهم نحن بيناتهم، ونحن معهم وحدهم لاخر نفس، لانه هن ما ضد حدا، ومش جايين يعملوا مآرب سياسية بهيدي الساحات، جايين يقولوا لكل السياسيين دون استثناء انزلوا عن عروشكم، فقدنا الثقة، ونحن بنرجع بنطلع الكويس بيناتكم، بس بدنا وجوه جديدة متخصصة غير مرتهنة، مش من عائلات وراثية سياسية. مع احترامنا يمكن يكون في ناس ممتازين، من حقهم يجددوا ويتجددوا، من حقهم يعيشوا بكرامة. حتى الناس بمطالبهم، وفي لافتة كبيرة موجودة بجلد الدين، بيطالبوا بمطالبة يعني بمحاسبة الكهنة الفاسدين. فليكن. إذا فعلا في عندهم اختبارات مع كهنة والكهنة عليهم حق، بيروحوا عند أصحاب الكنائس. بارح عملت البطاركي بيان وكانت واضحة، اللي عنده غلط بده يتحاسب. ليش نحن فوق راسنا خايمة؟ نحن مقلهين؟ ما نحن طلعنا من الشعب ولخدمته. إذا ما كنا عقد هالمسؤولية يرجعوا بيقولوا لنا فليسقط واحد من فوق. هل ممكن فخامة الرئيس اليوم يقنعكم بأي كلمة؟ يعني عم نشوفك عم تحكي دائما مع الشباب، عم جرب بتهدئة، يعني عم جرب نقول لهم، مش عم نروقهم، لأنه بتعرفي الموجوع أوقات بيصير يطلع قلنا لهم عم ياخذوا لكم الكلمات البذيئة ويعتبروها مسيسة ضد ما أنا قلت لهم. ما حدا يزيد علي بالموضوع. جبران باسيل أمه بنت عمي اللازم، القوات اللبنانية ولاد منطقتي، المرادة أصحابي، والعونية أصحابي، والقوات أصحابي، والكتائب أصحابي. خليني اجي يقولوا كل الزعماء بالحياة الشخصية شيء، وبالمطالب المعيشية اللي فيها كرامة. يوم اللي بيصير فيه تقصير منبطل النادي حزب، منصير النادي باسم شعب تترجع له كرامته. ونحن اليوم منقول هيدا الشعب، يمكن طلعت له كم كبة بدنا نسقط النظام. هذا الشعب له ثلاث ايام ولا مره قال نزلوا لنا الجنرال، قال نزلوا كل السلطه اللي هي على الارض التنفيذيه، رئيس الجمهوريه على راس وعين كل الشباب، بس بدهم اياه على قد انتظاراتهم، ناطرين منه اليوم كلمه بي تسمع كلمه هالوجع تيتلبى هيدا الوجع ويصير مطلب نعيشي بكرامة. حضرتك كاهن بأي رعية؟ وقصة فينا ناخد اسم. أنا أبونا فريد صعب، كاهن ناروني من الشعب.